السادة المنبرين، السيدات والسادة المنسقات ومنسقي النوادي التربوية خاصة المنتخب المصري، أبنائي بناتي الأعزاء، شكرا لكم ولكم على حضوركم هذا اللقاء التربوي. كما قلت في افتتاح مهرجان التكريم الخامس عشر للمسرح المدرسي واللي ضمناه 17-18 يناير في مدينة القصر الكبير، وجهت نداء للسادة والسيدات المفتشات والمفتشين. وكان حاضر معنا في تلك المهرجان السيد عواد كعضو لجنة التحكيم، السادة الإمام ما كانش حاضر فيها، فكان ملتمس لنحذو حذو السادة الإمام. كما قال الأستاذ عبيد، من بين 11 عرض مسرحي اللي تقدم خلال مهرجان الإقليمي 15 للمسرح المدرسي، ثلاثة مؤسسات اللي منخرطين في هذا المشروع ديال الأستاذ الإمام. ولكن اللي كنلاحظ دابا هنا كنشوف ان ربما كان في مكتر، ان كاين زلاوله، كاين مصاب مصاب، كاين مؤسسه اخرى اللي طبعا كانت تصوري اكثر. فهذا نداء سي حكيم، يد الفراغ الاقليمي مدوده، الفراغ الاقليمي يده مدوده في التكوين المسرح المدرسي. طبعاً يكون الاجتهاد، يكون الموسيقى تعود النوادي المسرح. الفرع الإقليمي عليه التكوين، عليه أن ينظم مهرجانات إقليمية. تعودنا كما سابقاً كانت المهرجانات الإقليمية تكون كل سنتين، هاد السنة الخيرية رجع ثانية منها، كان يكون في يومين، لما لا يكون أسبوع أربعة أيام بحسب العروض. كل ما كثرت العروض كل ما غادي نسيب لي واحد شريحة كثيرة من أبنائنا وبناتنا، وكذا غادي نوصلوا للمربى اللي ذكروه السي حكيم. فنداء، أكرر نداء.